الفنان يوسف عيد، مواليد حي الجمالية بالقاهرة 15 نوفمبر عام 1948. بدأ مسيرته الفنية في سن 27 وقدم ما يقرب من 214 عمل فني بين الدراما والسينما والمسرح. اتسم الفنان الراحل يوسف عيد بخفة الظل والبساطة في الأداء، فهو واحد من أشهر مظاليم السينما المصرية واللي ما خدوش حظهم في الشهرة والنجومية رغم تعلق المشاهدين بيه. قصة الظل، الله أكبر، فوق كيد المعتدين. شارك الراحل يوسف عيد الفنان الكبير عادل إمام بعدد كبير من أفلامه، خاصة وإن الزعيم كان بيعتبره من المواهب الفنية اللي بيحرص دايما على مشاركتهم لأعماله. ومن أشهر الأعمال اللي جمعتهم فيلم التجربة الدنماركية. كلمة يسمع بسمع بين الشفة. ومع مطلع الألفية الجديدة شارك الفنان يوسف عيد الوجوه الشابة في العديد من الأفلام المتميزة، زي الليمبي 8 جيجا مع الفنان محمد سعد. انا ما تقلقش، قضيه جديده، ما تخافش، انا مكلم الاستاذ رافع المحامي، هو اللي هيترفع في المحكمه. وفيلم الحرب العالميه الثالثه مع الثلاثي الكوميدي شيكو وهشام واحمد فهمي. وده غير دوره المتميز في مسلسل الكبير قوي مع الفنان احمد مكي. قص منه بس سيبه يتمرن كده، بيني وبينك عامل لنا مشاكل بيه. نشر المخرج عمرو سلامه صوره جمعته مع الفنان يوسف عيد على الفيسبوك، وده بعد اختفاء ظهوره فتره عن الشاشات، واللي علق عليها وقال مع البرنس الاعظم. وفي 21 سبتمبر عام 2014 رحل عنا الفنان المصري يوسف عيد عن عمر ناهز 66 عام، وده نتيجه ازمه قلبيه حاده. رحم الله الفنان الراحل يوسف عيد أشهر مظاليم السينما المصرية. أنا على ما أعتقد أن أنت مدرس رياضيات وفرنساوي لغاية ما نجيب مدرس فرنساوي وتاريخ. الله، أمال بتعمل إيه هنا؟ بتعمل إيه هنا؟ بتشمس.